يعني صرت اتباهى فيهم، يعني شفت الدنيا كلها فيهم. كان معي انا اطفالي طبعا التوأم احمد وايا وزوجتي. طبعا هون انا تركت اطفالي وزوجتي بهالمكان هذا وتوجهت صرت اسعف هون. طبعا هذا باب المحل، هون كان في اكثر من 8 اشخاص مفارقين الحياه، ومن بيناتهم كان عبد الكريم اخوي. سألوني وين أحمد وآيا وزوجتك، وين تركتهم؟ قلت لهم أنا تركتهم بعد ما قطعت البيت هون جنب البيت، يعني عن بيتنا، ولا بحوالي ربع ساعة بيجيبوا لي إياهم كلياتهم، بيعطوني أحمد وآيا وزوجتي فارقين الحياة. اللي فقد أعز الناس إلي من أطفالي شايف فيهم الحياة كلها، يعني